تظاهرات ليبيا تتسع وتصل وزليتين غرب مصراتة، ودعوات لتظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس. الأمن المصري يقبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت ويعثر على مراسلاته مع إخوان تركيا. طهران تهرب من كاراكاس شحنة مواد لصناعة الصواريخ، وواشنطن تؤكد إعادة فرض العقوبات. قبل عقد عودة ماكرون، الرئيس اللبناني يحدد الاثنين موعدا لاستشارات تسمية رئيس حكومة جديد. ترامب يقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية، ويعد بالقضاء على الإرهاب وكورونا إذا انتخب. أهلا بكم مشاهدينا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، ونبدأ من ليبيا، حيث اتسعت رقعة المظاهرات في ليبيا لتشمل مدينة زليتين غرب مصراتة، حيث شهدت تظاهرة ليلية تضامنا مع حراك طرابلس. وطلب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المخطوفين في العاصمة طرابلس التي قبضت عليهم الميليشيات لمشاركتهم في تظاهرات مناوئة لحكومة الوفاق. نبه حقوقنا شباب مدينة زليتين، تخرج في انتفاضات وحراك من أجل حقوقها البسيطة. ليبيا 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 ليبيا. يا شباب العاصمة ابوها ليلة حاسمة. دعا حراك 23 من أغسطس في ليبيا إلى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس. الحراك طالب في بيان له أهالي المدن والمناطق المجاورة والنقابات للانضمام إلى المظاهرة. كما دعا الحراك وزير داخلية حكومة الوفاق لحماية المظاهرة المرتقبة وضمان حرية التعبير السلمي، إضافة إلى الإفراج عن المتظاهرين المعتقلين لدى المجموعات المسلحة. ورحب الحراك ببيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن قمع المظاهرات، ودان في الوقت ذاته صمت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جرائم الميليشيات في طرابلس. كما رفض الحراك إغلاق الميليشيات للطرق وانتشار تشكيلاتها المسلحة في الشوارع واستمرار عمليات الاعتقال والإخفاء القسري لأعضاء الحراك، بالإضافة لمئات المتظاهرين. حركة غد شعال ما وفر تريد غد شعال ما وفر برا برا الله أكبر امنع وخر نصور حول 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 قدام الكاميرا صب عليه صب عليه حول من قدام الكاميرا اليوم خاصه كلام صار عم بنى معنا عبر الهاتف احمد ابو عرقوب المتحدث باسم حراك همة الشباب ليبيا. اهلا بك معنا على شاشه الحدث وفي استوديو الحدث. ماذا نتوقع اليوم خاصه في ظل دعوات لمظاهره حاشده اليوم في طرابلس؟ اهلا وسهلا بك اختي كريمه، تحيه لك ولمشاهدينا الكرام. في البدايه نحن حراك همه شباب 23/8 دعونا الى عدم الخروج في مظاهرات خلال فتره الحظر المفروضه، وذلك حفاظا على امن وسلامه المتظاهرين وعدم تعرضهم للخطر او الاصطدام مع الجماعات المسلحه المتحكمه والمتحكمين في صناعه القرار في طرابلس، لان هذه الجماعات قامت بمقابلة المتظاهرين السلميين بالدخيرة الحية والرشاشات والمدافع منذ اليوم الأول لخروج المظاهرات. نحن ندعو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية الالتزام بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية
وتتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المظاهرين السلميين. نعم. كما نحب أن نؤكد على أن الفقرة التاسعة من القرار رقم 1970 الصادر في سنة 2011 عن المجلس الأمن تنص صراحة على حماية المدنيين واستبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية. هناك دول إقليمية تمارس نوع من أنواع الاحتلال أو الوصاية على ليبيا، هذا أمر مرفوض. وهنا يجدر الإشارة إلى أن حركة شباب همة 23/8 يرفض بشكل كامل وقطعي أي تواجد لمرتزقة سواء كانوا في الشرق أو في الغرب أو أي تواجد لقوات نظامية تتبع لدول أجنبية في ليبيا. نعم. يرفض إقامة قواعد عسكرية في ليبيا وسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها خط أحمر. طيب، أنتم أيضا في البيان يعني أشرتم إلى مطالب محددة وربما لافتات سترفع اليوم، ما أهم هذه المطالب غير التي ذكرتها أنت الآن؟ أختي الكريمة، وأكد مرة أخرى نحن شباب المؤسسين للتظاهر اليوم دعونا إلى عدم الخروج حفاظا على أمن الناس وأرواحهم، لأنهم سوف يقابلون بالرصاص والمدافع طيب، لكن من ناحية أخرى هناك حراك آخر يعني في طرابلس دعا إلى تظاهرة حاشدة اليوم، أنتم لن تخرجوا في هذه التظاهرة ولن تشاركوا فيها صحيح؟ صحيح، نحن المؤسسين وكنا السبب الأول لخروج الناس إلى الشوارع، لدينا تصور أن أرواح الناس سوف تعرض للخطر. طيب، في أيضا على يعني على الناحية الأخرى ماذا تفعلون؟ نقطة مهمة. تفضل. أختي مهمة، اسمحي لي. ولكن لأن الحراك سلمي وغير مسيف أفرز يعني أجسام أخرى مشابهة لنفس التصور اللي خرجنا به. الناس الآن تعودت على الخروج للشوارع والمطالبة بحقوقها، لا يمكن أن نمنع أي شخص يطالب بحقوقه ولكن لا نفرض إملاءات على أحد من الناس، لأن الناس لا يمكننا السيطرة على الناس. الناس يعني يعيشون في أسوأ الظروف المعيشية بسبب سلوك الحكومات الموجودة في ليبيا وصرفها لمليارات بدون أي وجه حق أو بدون أن تعود على المواطن بنفع. لكن اسمح لي أستاذ أحمد، يعني في البيان الذي يعني أشرت إليه الآن الذي أصدرتموه أنتم لم تشر أبدا إلى المطالب الشعبية التي خرجت من أجلها هذه المظاهرات. أختي كريمة، نحن لم نصدر أي بيان، بياننا سوف يصدر اليوم وسوف يتم إرسال نسخة لكم. هذا البيان الذي سوف يصدر عنا هو بيان حراك همة الشباب 23/8 الذين أسسوا هذه التظاهرات والذين دعوا الناس للخروج، سوف يصدر عنهم بيان بخصوص الرد عن دعوات. طيب، التظاهر اليوم. طيب، أنت تقول بأن حراك همة شباب ليبيا بالتحديد دعا الناس لعدم الخروج اليوم حفاظا على سلامتهم، هل تنسقون أيضا مع مدن أخرى لعدم الخروج اليوم؟ أختي الكريمة، سلامة المواطن هي الأساس، سئمنا من القتل، سئمنا من إزهاق الأرواح، سئمنا من الدماء. شبابنا ركبوا قوارب الموت واتجهوا إلى أوروبا للبحث عن سبل العيش الكريم. ليبيا تفتقر إلى أبسط، ليبيا بالكامل تفتقر. لم تجب على سؤالي، هل نسقتم مع مدن أخرى تنوي الخروج اليوم في التظاهرة الحاشدة؟ نعم، عندنا اتصالات يعني نشطاء في جميع المدن الليبية وحرضنا على عدم الخروج بهدف ليس تراجعا عن مبدأ الحراك او خوف او يعني او افشال الحراك، وانما حفاظا على الارواح. وضحت الصورة. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك احمد ابو عرقوب المتحدث باسم حراك همة شباب ليبيا، كنت معنا على الهواء. هذا ولا يزال الخرق الحاصل في حكومة الوفاق يتسع يوما بعد يوم، حيث كشفت مصادر الحدث حصول خلافات بين عدد من وزراء الوفاق بسبب توقيف المتظاهرين وطريقة التحقيق معهم.
أضافت المصادر أن بعض الوزراء طالبوا فايز السراج بالاستقالة لكنه رفض. المصادر أشارت إلى أن السراج يخطط لإجراء تغييرات في حكومته لتقليل الخصوم. المصادر أكدت أيضا أن بعض وزراء الوفاق طالبوا بتشكيل لجنة مسؤولة عن مراجعة الأموال ومحاسبة المسؤولين عن إهدارها. كما طالب أعضاء في الوفاق من السراج بكشف الأرصدة البنكية لجميع الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي داخليا كانت أم خارجيا. في الأثناء اتهمت قوة حماية طرابلس التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اتهمت وزير الداخلية فتحي بشاغة وجماعة الأخوان بالسعي وراء الحكم بأي طريقة. قالت في بيان إن هناك أياد خفية تعمل لصالح التمرد تتبع لجماعة الإخوان التي تسعى للوصول لسدة الحكم بأي طريقة، مشيرة إلى أن البيانات التي وصفتها بالمتضاربة لوزير الداخلية فتحي بشأغة وتصريحاته المثيرة للجدل تثبت ذلك. اعتبرت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة بالنيابة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد محادثات مطولة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا في الرباط أن نافذة أمل جرى فتحها في ليبيا بعد إعلان الطرفين الرئيسيين عن وقف للنار، واعتبرت أن ليبيا كانت قضية دولية داعية إلى جعلها قضية ليبية. كما حذرت من أن النافذة لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى. وكشفت أن محادثاتها مع وزير الخارجية المغربي ركزت على كيفية العودة إلى المفاوضات الليبية. ووفقا للمصادر لم يجرى الكشف عن أي احتمال للعودة إلى المفاوضات في نسخة جديدة من الصخيرات. وأكدت المسؤولة الأممية عن أن الحوار بين الأطراف في ليبيا يجب أن يتم بحضور الجميع بما فيهم منظمات المجتمع المدني غير الحكومي والقيادات النسائية وزعماء القبائل. وأقرت بأن ليبيا تتجه نحو التغيير لكن البلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة وفقا لتعبيرها، إلى جانب تدمير للبنيات التحتية خاصة في منطقة سرت. من جهته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا خلال لقائه مع ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة بالنيابة لبعثة الأمم المتحدة لليبيا إن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر توافق الأطراف الليبية من خلال حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة متبوعا بفترة انتقالية وانتخابات. المغرب يرى بأن الحل يجب أن يكون سياسي لأن الأزمة في ليبيا في الأصل هي أزمة سياسية، وبأن الحل يجب أن يكون سياسي لأنه مرتبط بحسم مسألة الشرعية في ليبيا نهائيا بعد فترة انتقالية، وهذا هو عمق الأزمة في ليبيا. ارتبطت فيها بعد ذلك مسائل جانبية وإن كانت مهمة، مرتبطة بالاقتتال، مرتبطة بتدبير الثروات، مرتبطة بغيرها من الأمور، ولكن المشكل الأساسي يبقى المشكل السياسي. لهذا فالحل للأزمة الليبية هو حل سياسي عبر فترة انتقالية تتبعها انتخابات لحسم مسألة الشرعية وتدبير الأمور الليبية. ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذا نبدأ معك، منذ إعلان البيانين الصادرين عن حكومة الوفاق وأيضا البرلمان لا توجد أي خطوات يمكن أن نقول بأنها حدثت بالفعل تأخذ ليبيا إلى مسار الحل السياسي، إلى أي مدى هذا التعبير الذي استخدمته ستيفاني ويليامز بأن النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد يعبر بشكل صحيح عن الموقف الحالي؟ أهلا بك. أعتقد أنه ما جرى خلال هذا الأسبوع على الأقل فيما يتعلق ب التفاهم على تشكيل لجنة مصغرة ما بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة للقاء في المغرب لتعديل أو إجراء تعديلات أو على الأقل إجراء مفاوضات فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة داخل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد، سواء كان باختزال المجلس الحالي في رئيس ونائبين أو من خلال التمهيد لتشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد بعيدا عن الموجود حاليا برئاسة السيد فايز السراج. أيضا ما جرى من لقاءات أو على الأقل تقدير ما نصفه بورش عمل مصغرة في جنيف
ما بين فريق الحوار السياسي الليبي، أعتقد أيضا هي مسألة يعني المحفزة للدفع سريعا في مسألة الحل السياسي والمسار السياسي، وأن هذه الفرصة لن تكون سانحة لمدة طويلة من الزمن. وهنا بالحديث على أنه هناك دول أعطت مهلة زمنية محددة وواضحة جدا، أعتقد في تقديري لن تتجاوز شهرين من الآن لأن تسمح بأن تولى أو تضع الكرة في ملعب الأطراف السياسية في الداخل الليبي لأن تجد حلا وتفاهمات بشكل أو بآخر قبل أن نعود إلى الخيارات الأصعب والخيارات أو التفكير بحل من خلال القوة الصلبة مرة أخرى. والآن الفرصة موجودة الآن عبر القوة الناعمة وعبر المسارات السياسية وعبر التفاوض بالحديث. طيب، ولكن على أنه الطرفان الحل السياسي الطرفان هو المطروح الآن ولكن ليس الحل الوحيد. حتى الآن لم يصدر أي تصريحات توضيحية لشكل المرحلة المقبلة أو حتى الخطوة المقبلة على الأقل. صحيح صحيح، وهذا لن يحدث إلا بلقاء السيد فايز السراج مع السيد المستشار عقيلة صالح، ما لم يحدث لقاء مباشر والتوقيع على ما جاء في هذا البيان، لأن البيان أو ما صدر من كلا المجلسين مجلس النواب ومجلس أعلى الدولة ما هي إلا دعوات تضاف إلى دعوات سابقة. صحيح. هذه الدعوات هي دعوات غير ملزمة، حتى تكون ملزمة يجب أن تتحول إلى اتفاق، وحتى تتحول إلى اتفاق تحتاج إلى ضامن، وهذا الضامن هو المجتمع الدولي أو القوى الدولية المنخرطة في الملف الليبي، سواء كانت التي شاركت في مؤتمر برلين أو التي تشارك الآن في رعاية المسار السياسي، سواء كانت هذا من خلال المملكة العربية السعودية التي تلعب دورا دبلوماسيا فاعلا خلال هذه المرحلة لجمع الأطراف في الداخل الليبي، مصر التي ترعى وترحب وتهيئ الوضع أو تهيئ الأرضية لاتفاق بين الفرقاء الليبيين، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلعب دورا ايجابيا في جمع الفرقاء على طاوله واحده، واتمنى ان يكون هذا يعني هذا هو القراءه الصحيحه، انه جمع الفرقاء باقل الجهود لا ان يكون حاله من تجميد او وضع الملف الليبي في الثلاجه الى ان يعني تجرى الانتخابات الرئاسيه الامريكيه حتى ينظر من سيكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه. طيب، فينظر كيف ستكون هل تتوقعون الولايات المتحده اتجاه الملف الليبي، هل تتوقعون عوده قريبه للمفاوضات؟ وهذه المفاوضات ستأخذ أي شكل؟ يعني هل ستسير باتجاه مماثل للصخيرات أم أنها ستكون منفصلة تماما عن الصخيرات أم ماذا نتوقع؟ لا أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير صخيرات بصخيرات تانية. ما نحتاجه الآن هو إجراء تعديلات صادقة وتعديلات جادة وتعديلات قوية في اتفاق الصخيرات الحالي لمعالجة الإشكاليات التي يعني للأسف لم تجعل أو لم تدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ منذ 2015. حتى الآن هناك مشاكل في مواد بعينها، إذا أجريت التعديلات الآن في هذه المواد يمكن تهيئة الوضع بوجود سلطة سياسية قادرة على بسط نفوذها وأن يكون لديها صلاحيات واضحة ومحددة وقادرة على تنفيذ مهامها من خلال هذه الصلاحيات أو تنفيذ أولوياتها أو استحقاقات هذه المرحلة من خلال الصلاحيات الممنوحة. نحتاج إلى تعديل اتفاق الصخيرات بالدرجة الأولى. أما مسألة المسار السياسي فأعتقد أنه جرت كما أشرت جرت ورش عمل، لقاءات مصغرة، لقاءات مباشرة وغير مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة أو بشكل مباشر بين الأطراف أو عبر قنوات التواصل كما جرى قناة التواصل المباشرة بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب والمجلس الرئاسي. إذا هناك تهيئة عملية الـ يعني وجود الأطراف أو اجتماع الأطراف مرة أخرى، الأطراف التي اجتمعت في جنيف في فبراير الماضي أعتقد أنها مهيئة للاجتماع مرة أخرى في جنيف خلال ربما الشهر القادم، ربما تكون هناك الآن بعثة تقول للأطراف السياسية أننا مستعدين إلى جمع الأطراف مرة أخرى في المرحلة القادمة. ما نحتاجه الآن من هذه الأطراف هي أولا تشكيل حكومة سلطة سياسية تبسط قدرتها أو سلطتها على كل الأراضي الليبية واتفاق أو يكون كمرجعية دستورية لعمل هذه السلطة والتمهيد لاستفتاء على الدستور بالدرجة الأولى، لأنه بمجرد ما يتم استفتاء على الدستور أعتقد أن جل المشاكل اللي ليبيا ستحل، لأن الدستور هو من سينظم كل هذه الفوضى وكل هذه التداخلات بين السلطات وبين الصلاحيات المتناقضة التي سببت حالة من الانقسام السياسي. بعد إجراء الاستفتاء على الدستور مباشرة نتجه إلى انتخابات، وهذا أعتقد أنه يحتاج إلى مرحلة انتقالية جديدة بوجوه جديدة وبشخصية وطنية قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة. من هم موجودين الآن في السلطة أعتقد أنهم لن يكونوا قادرين فعلا على تحقيق هذا، لهذا نحتاج بالفعل إلى تسوية سياسية بالدرجة الأولى حتى على الأقل تقدير فقط وجود شخصيات قادرة على إدارة هذا الملف بالدرجة الأولى.
شكرا جزيلا لك الباحث السياسي الليبي إبراهيم القاسم، كنت معنا من القاهرة. واستوديو الحدث مستمر وفي أيضا تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق مع القيادي الإخواني محمود عزت بعد اعتقاله في القاهرة فجر اليوم. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. صور، أرقام وأخبار في يومك. كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ألقت السلطات المصرية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، كان مختبئا بأحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية. أضافت الداخلية أن معلومات وردتها حول مكان اختباء القيادي الإخواني رغم الشائعات التي روجت لها قيادات الجماعة عن تواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن على حد تعبيرها. عزت يعد المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بجماعة الإخوان والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبت عقب ثورة يونيو، أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015، وأصدرت بحقه أحكام عدة بالمؤبد والإعدام غيابيا، أبرزها في قضيتي التخابر والهروب من سجون أو من سجن وادي النطرون. أفادت مراسلة الحدث في القاهرة بتشكيل السلطات المصرية لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق مع الإخواني محمود عزت. مصادر للحدث أكدت العثور على مراسلات بين محمود عزت وقيادات الإخوان في تركيا، مشيرة إلى أن الإخواني محمود عزت استخدم تطبيقات متقدمة لتفادي تتبعه، وأنه كان ينتقل أو يتنقل بين أكثر من مخبأ في القاهرة الجديدة. مراسلتنا في القاهرة أكدت تفريغ بيانات أكثر من حاسوب وهاتف محمول للإخواني محمود عزت، ما أدى للكشف عن قوائم بعناصر لجان إلكترونية دربها الإخواني محمود عزت. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك معنا. إذن ملابسات القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، معك التفاصيل.
نعم، يعني ضحى، يعني بعض الأشخاص وجه معلومة إلى أجهزة الأمن بأن محمود عزت يتواجد في هذه في هذا العقار وفي تلك الشقة. بالفعل قامت الأجهزة الأمنية بمراقبة والتأكد من هذه المعلومات، وبعد أن تأكدت صحتها تم استئذان نيابة أمن الدولة وتم مداهمة الشقة في 2:30 فجر هذا اليوم. وفوجئ محمود عزت بالقبض عليه بعد كل هذه السنوات، خاصة أنه قد نجح بصورة كبيرة في التواري والتخفي عن أجهزة الأمن. كما ذكرت كانت هناك العديد من الشائعات طوال السنوات الماضية بأنه غادر مصر، وتحديدا أنه كان في غزة، لكن بعد كل هذه السنوات تأكد أنه يوجد أو متواجد في أحد الشقق في القاهرة الجديدة. هذا يؤكد على أن ما وجهته أجهزة الأمن لجماعة الإخوان المسلمين كان ضربة قاسمة، خاصة وأن محمود عزت هو مخزن أسرار لجماعة الإخوان المسلمين. محمود عزت كان يدير أموال أو حركة أموال تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج. محمود عزت مسؤول عن التواصل مع الجهات خارج مصر التي وهذه التنظيمات التي تسيء إلى الدولة المصرية كما تقول أجهزة الأمن. محمود عزت أيضا مسؤول بصورة كبيرة عن الجناح المسلح في جماعة الإخوان المسلمين والتنسيق بين الأجنحة المختلفة. كل هذه الأمور تجعل من محمود عزت صيدا ثمينا للغاية وكنزا لأسرار جماعة الإخوان المسلمين. وهذا يعني كان منذ فترة طويلة، خاصة وأنه البعض كان يتحدث أنه كان يدير الجماعة منذ أن كانت الجماعة في الحكم. محمود عزت عسر بحوزته على العديد من أجهزة الحواسب المحمولة وكذلك الهواتف التي قالت مصادر أمنية أنه كان يتواصل من خلالها ببعض أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر تحديدا في تركيا. ربما الساعات القليلة القادمة والأيام المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت التي سيعلنها محمود عزت وستعلنها الأجهزة التي عثرت بحوزته. ويكفي أن نقول أنه مسؤول عن العديد من الاغتيالات والعديد من العمليات الإرهابية التي تم ارتكابها خلال وصدرت بحق عدة أحكام أو كان مؤبد. طيب، السلطات المصرية شكلت لجنة عالية المستوى للتحقيق معه، هل يعني ذلك بأنه حتى على الرغم من أنه أخذ أحكام بالإعدام وبالمؤبد الآن طبعا كانت غيابية، الآن ستعاد محاكمته مرة أخرى؟ بالطبع هذا إجراء اعتيادي، يعني ستعاد كل هذه المحاكمات ستعاد حضوريا بحضور المتهم محمود عزت. كل هذه التهم يعني كل هذه القضايا ستعاد فيها محاكمة مرة أخرى. لكن ما يهم الدولة ما يهم أجهزة الأمن هو ما ستحصل منه أو ما ستحصل من خلاله على معلومات، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، لأنه كان عضوا أو كان يعني فاعلا بصورة كبيرة في توجيه هذه الجماعات في الخارج أو هؤلاء الأشخاص في الخارج وأيضا في الداخل. يعني لكن إعادة المحاكمة بالفعل ستعاد محاكمته، لكن الأمر ربما محسوم، ستتأكد الكثير من الأحكام خلال الفترة الماضية وستأخذ هذه المحاكمات شهورا وربما سنوات طويلة حتى يتم يعني محاكمته في كل هذه التهم الموجهة إليه. نبقى دائما في متابعة معك لكل التطورات، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث أحمد بجاتو، كنت معنا من القاهرة. من القاهرة أيضا ينضم إلينا الدكتور سمير غطاس النائب البرلمان المصري ورئيس منتدى الشرق الأوسط، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بداية نبدأ بتعليقك على توجيه الأجهزة الأمنية هذه الضربة لجماعة الإخوان بالعثور على واحد من أهم قيادات الجماعة في مصر وإلقاء القبض عليها. يعني الدكتور محمود عزت إبراهيم عيسى وهذا اسمه بالكامل، وكان يعمل أستاذاً في كلية طب الزقازيق سابقاً بالطبع، هو أحد أهم الضربات التي تمكنت أجهزة الأمن أخيراً من توجيهها إلى جماعة الإخوان المسلمين. محمود عزت هو الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أحد أكثر العناصر في هذه الجماعة تطرفاً، كان قد اعتقل وصدرت ضده أحكام من عام 65 أفرج عنه في 74. هو ينتمي إلى التيار القطبي الذي سيطر على الإخوان المسلمين بدءا من صعود المرشد العام. التيار القطبي نسبة إلى سيد قطب الذي يكفر المجتمع كله ويعتبر المجتمع كله في حالة جاهلية ولا بد من رده مرة أخرى إلى الإسلام. هو مشهور داخل الجماعة بأنه رجل الأمن ورجل المخابرات داخل الجماعة حتى قبل
يعني عام 2013 واستيلاء الإخوان المسلمين على الحكم. تمكن محمود عزت من الهرب والاختباء. جماعة الإخوان روجت العديد من الإشاعات حتى تضلل أجهزة الأمن. قيل أنه سافر إلى صنعاء وهو كان قد درس علوم طبية في إحدى جامعات اليمن، وبالتالي كان هناك قبول لهذه الفكرة أو لهذه الشائعة. قيل أيضا أنه موجود في داخل قطاع غزة، تمكن من دخول قطاع غزة عبر الأنفاق، ولا يستبعد الكثيرين أنه دخل وخرج بعدما يعني تأكد تمكنهم من بعض الخبرات من داخل قطاع غزة. هو محكوم كما أشرتم حكما بالإعدام في قضية السجون، وحكم بالمؤبد في قضية التخبر مع حركة حماس. الآن هذا الصيد الكبير السمين، هذه الضربة الكبرى، سوف تفتح أمام أجهزة الأمن وأمام الدولة المصرية كل ملفات هذه الجماعة، سواء الخلايا النائمة، الخلايا المسلحة، التنظيم بشكل عام الذي كان يشرف عليه بشكل كامل محمود حسين، محمود عزت، بالاتصال والتنسيق مع التنظيم الدولي. هو على علاقة، ضبطت أحد المضبوطات الهامة معه في القاهرة تليفون ثريا أو هاتف الثريا الذي يتصل عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب تقنيات حديثة عبر الكمبيوتر التي كانت تمكنه من الاتصال بقيادة التنظيم الدولي في الخارج. طيب دكتور سمير غطاس، يعني أكيد البعض يسأل، كل هذه السنين كان بإمكانه أن يخرج يعني خارج مصر ولا يعود، برأيك ما أهمية وجوده وعودته إلى مصر؟ لأنه كما أشرت أنه وارد أنه يكون ذهب عبر الأنفاق إلى غزة وعاد أكثر من مرة، وبالتالي لماذا يعود؟ محمود عزت شخصية عنيدة للغاية، شخصية صلبة ومتطرفة، وكان يقبض بيده إلى جانب الشاطر على كل التنظيم، يعني كل جماعة الإخوان المسلمين بمفاصلها. إذا كان الشاطر يهتم أو كان مهتما بتنظيم داخل الإخوان المسلمين، فإن محمود عزت بتاريخه الطويل كان ينتمي إلى التنظيم الخاص، كما قلت ينتمي إلى التيار القطبي الأكثر تشددا. معروفا عنه داخل الإخوان أنه شخص يعني متطرف جدا، صلب للغاية، وبالتالي هو بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه كأمين عام للإخوان المسلمين، هو قرر أن يبقى في داخل مصر إذا كان خرج ولا وعاد مرة أخرى، لكن مسؤوليته كانت تحتم عليه البقاء لإعادة تنظيم الجماعة الإخوان، جماعة الإخوان، وبشكل خاص الجماعات المتطرفة. هو أسندت إليه أو هو شكل في البداية جماعات للتخريب الاقتصادي، عرفت به جماعات في الداخل، يعني في داخل مصر، ثم انتقل إلى المقاومة الشعبية، ثم حصل حدث مهم للغاية. كان هناك طبيب آخر أو أستاذ جامعي آخر اسمه محمد كمال من جامعة المنيا، استطاع أن يستقطب عدد كبير من شباب جماعة الإخوان المسلمين وينتزع من محمود عزت لفترة صغيرة قيادة الجماعات الإرهابية الموجودة في قطاع غزة، لا في قطاع في مصر. لكن السلطات المصرية تمكنت من قتل محمد كمال، وبالتالي عاد مرة أخرى، لكن كانت هذه إحدى ظواهر الانشقاق الداخلي. محمود عزت يعني حسب معلوماتي كما تعلم أن السلطات المصرية شكلت، لكنه عاد مرة أخرى شكلت لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه بوقوع محمود عزت في يد الأجهزة الأمنية. هل يعني ذلك أيضا العثور وسقوط أفراد آخرين من الإخوان في يد الأجهزة الأمنية، بما أنه كان متواجد شخصيا فبالتأكيد أنه يتواصل معهم شخصيا أيضا؟ بالتأكيد هناك كانت أجهزة الأمن، ويذكر للأمن الوطني المصري قدراته على الضربات الاستباقية التي تقريبا طهرت مصر والمدن الأساسية، القاهرة والأسكندرية والمدن الأساسية، من العمل الإرهابي، فككت إلى حد كبير تنظيم خطير كان يشرف عليه مباشرة أيضا محمود عزت، وهو تنظيم حسم والألوية الثورية، الذي قام بعدة عمليات إرهابية في أغسطس من العام الماضي، كانت العملية الأخيرة له، التي يعني تم تفجير سيارة أمام مشفى هام للأورام في القاهرة. محمود عزت كان مسؤولا عن كل ذلك، وبالتالي هذا الأمر لا يقتصر على فقط القبض وتوقيف محمود عزت ومعاودة اتهامه بكل القضايا، ولكن منذ 2013 حتى الآن هو المسؤول مسؤولية كاملة عن كل خلايا التنظيم داخل مصر، ما يسمى بالخلايا النائمة، وأيضا عن الجماعات الإرهابية التي شكلها وأشرف عليها، وبالتالي
هو مخزن ضخم جدا للأسرار. سوف تجد سلطات الأمن المصرية على الكمبيوتر هو المحمول وعدة أجهزة أخرى وأيضا على موبايلاتي أسماء وعناوين وصفات عدد كبير جدا من شباب الإخوان المسلمين الذين كان يعدهم ما يزال، لأنه في كل فترة تغير الجماعة أسلوبها وأسماء الجماعات الإرهابية التي تنبثق عنها، كان آخرها كما أشرت حسم والألوية الثورية. لكن محمود عزة كان يحضر لجماعات أخرى ومجموعات أخرى، كل هذا أصبح الآن في قبضة الأمن، وليس غريبا أن تعكف أجهزة الأمن على تفريغ وتحليل كل المعلومات الهامة للغاية والثمينة التي تم العثور عليها. ومن ثم سوف تشهد مصر يعني حالة من ضرب هذا الجماعة، تبقى من هذه الجماعة ضربة قاسمة كبرى لهذه الجماعة. شكرا. أريد أن أذكر فقط أنه قبل أيام قليلة إبراهيم منير في الخارج قال أنه لا وساطة مع مصر وأنهم ينتظرون سقوط النظام. الآن محمود عزة الذي سقط والإخوان في تقديري وجهت لهم ضربة كبرى وقاسية. وضحت السؤال. شكرا جزيلا لك دكتور سمير غطاس النائب في البرلمان المصري ورئيس منتدى الشرق الأوسط، كنت معنا من القاهرة. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا طهران تهرب من كاراكاس شحنة مواد لصناعة الصواريخ وواشنطن تؤكد إعادة فرض العقوبات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أقدمت سفينة ترفع العلم الإيراني على تحميل شحنة من مادة الألومنيوم في فنزويلا هذا الشهر بعد أن أوصلت شحنة لمتجر إيراني حسب ما نقلته وكالة رويترز. لم تتمكن رويترز من تحديد الجهة التي اشترت شحنة الألومنيوم أو وجهتها، حيث تبحر سفينة غولسن الإيرانية شرق المحيط الأطلسي، لكنها لا تزال تضع وجهتها إلى ميناء لاغواريا في فنزويلا وفقا لبيان بحرية. يأتي ذلك في ظل ادعاءات من فنزويلا وإيران بأن السفينة تنقل الفاكهة. إذن حول هذا التقارب الإيراني الفنزويلي، وليست المرة الأولى التي تحاول إيران أن ترسل شحنات لفنزويلا. إذن في أحدث مؤشرات على تقارب العلاقات بين إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات أمريكية والمرهقتين اقتصاديا، حملت سفينة إيرانية شحنة من مادة الألومنيوم في فنزويلا هذا الشهر ولم تعرف الجهة التي اشترتها
أو وجهة هذه الشحنة حسب وكالة رويترز، حيث تبحر سفينة غاليسون الإيرانية شرق المحيط الأطلسي، لكنها لا تزال تضع وجهتها إلى ميناء لاغواريا في فنزويلا وفقا لبيانات بحرية. التلفزيون الفنزويلي من جهته ادعى أن غاليسون كانت تنقل فاكهة من إيران، بينما زعمت السفارة الإيرانية بكاراكاس أن السفينة كانت تنقل شحنة من فاكهة المانجو والأناناس إلى فنزويلا، علما بأن سفينة غاليسون مملوكة لشركة مشكر داريا للشحن، لكن تديرها شركة رهبران أوميد داريا. هاتان الشركتان تتخذان من طهران مقرا لهما وتشملهما العقوبات الأمريكية. حسب الأشخاص المطلعين على الشحنة، فإن السفينة محملة ب 14,000 طن من الألومنيا. تعتبر هذه المادة مكونا رئيسيا في تصنيع معدن الألومنيوم الذي تستخدمه طهران في برنامجها الصاروخي. لم تتوضح الطريقة التي سددت بها فنزويلا ثمن شحنات الوقود أو معدات النفط، لكن الرئيس نيكولاس مادورو يدفع بالذهب حسب مسؤولين أمريكيين. هنا لابد من الإشارة إلى أن فنزويلا وإيران رفعتا معدل التبادل التجاري بينهما مؤخرا إثر العقوبات، إذ أرسلت إيران 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا في إبريل الماضي لحل أزمة نقص الوقود فيها، بالإضافة إلى إرسال معدات جوا للمساعدات في استئناف الإنتاج بأكبر مجمع لتكرير البترول في فنزويلا. في حين صادرت واشنطن خلال أغسطس الحالي شحنات وقود من على متن 4 ناقلات نفطية أرسلتها إيران إلى فنزويلا تفوق حمولتها 1 مليون برميل، كما أخضعت شركة صينية لعقوبات أو أخضعت لعقوبات بعد تعاونها مع خطوط مهان الإيرانية التي نقلت المعدات النفطية من إيران إلى فنزويلا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها إيران شحنات إلى فنزويلا، استمرار هذه الممارسات ماذا يعني؟ ومعروف أن الدولتين عليهما عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القيمة الرمزية أكثر من القيمة المادية للقول لي يعني شارعي البلدين بأن النظامين قويان وبالتالي يتعاونان. وهنا أريد أن أعطي مثل أن في الماضي كان الرئيس الراحل تشافيز يتعاون مع صدام العراق بنفس يعني الطريقة الشعبوية، والآن نظام مادورو يقوم بشيء قريب مع النظام المعاكس لصدام، وهو في المفترض أن يكون ذلك في طهران. هذا رقم واحد. اثنين، نعم هناك حاجة اقتصادية تفوق الأمر الرمزي، يقومان النظامان بخرق كل القواعد الدولية، خصوصا أن إيران لها منذ 40 سنة شبكات عامة في العالم تأخذ أحيانا، لا تقول الحرس الثوري لكن مسجلة في يعني طرق مبهمة. ورقم ثلاثة، الآن الصراع الأمريكي الإيراني يأخذ أحيانا أمور غير واضحة، بمعنى أن 4 سفن تحمل نفط مكرر وصلت إلى فنزويلا منذ شهرين، لكن الآن 4 شحنات أوقفت، هي أوقفت قانونيا، ربما 2 منها أوقفوا في بحر عمان، وبالتالي الطرفين يضربان تحت الحزام بدون إعطاء تفاصيل كبرى. لكن ما هو مؤكد أن أمريكا تستخدم السلاح القانوني ضد الشركات العالمية التي تنقل بطريقة تجارية المواد الإيرانية، وتستخدم أحيانا القوة الضاربة للتوقيف مثلا مثل الأسلحة في بحر عمان والخليج العربي لسفن إيرانية تحمل أسلحة للحوثيين. طيب، ولكن يعني في هذه الحالة ما الخيارات أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع هذه الممارسات سواء من قبل إيران أو من قبل فنزويلا؟ من قبل إيران دائما الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العقوبات، ولكن يبدو أن العقوبات حتى الآن لا تجدي مع إيران. هي برأيي تجدي بالمعنى الاقتصادي العام، تجدي كثيرا. معدل يعني دخل الفرد الإيراني مفروض أن يكون عالي، مثله مثل مثلا الإمارات أو السعودية، 30,000 دولار أو أكثر، هو 5,000 دولار، ولا يوزع بطريقة عادلة، بمعنى الحرس الثوري يستولي على ثلثي الاقتصاد الإيراني. هذا واحد. اثنين،
الولايات المتحدة تستخدم حلفائها خصوصا في موضوع فنزويلا أكثر من إيران. هناك مواجهة في مجلس الأمن، بومبيو وضع 20 سبتمبر لحشر الحلفاء للإذعان يعني بالقيام بهذا الأمر ضد إيران. لكن بالنسبة لفنزويلا مثلا، بريطانيا قامت بمنع بيع الذهب، أكثر من بليون أو 32 طن ذهب موجود في بنك إنجلترا المركزي مخزن لصالح فنزويلا، وبالتالي فنزويلا طلبت بيع ربما 3-4 أطنان ببليون دولار لاستخدامها في الأمور الإنسانية. المحكمة العليا في بريطانيا منعت هذا الأمر على أساس أن بريطانيا معترفة بنظام غويدو المناهض لنظام مادورو. إذن هناك أمور قانونية تقوم بها حلفاء الولايات المتحدة بالنسبة لفنزويلا الآن، ربما مصالح اقتصادية مع إيران، حنق غربي خصوصا ألماني فرنسي بريطاني من إيقاف صفقات، ووزارة العدل الأمريكية والخزانة عقبت. هل تستفيد إيران من هذا الانقسام الأوروبي الأمريكي وبالتالي تستمر في إرسال شحناتها إلى فنزويلا؟ إيران كما قلت القيمة رمزية لن تنقذ نظام مادورو. نظام مادورو ممنوع أن يبيع نفط للولايات المتحدة، هناك عقوبات على شركة النفط الفنزويلية أمريكية، وهذا الأمر كما قلت هو رمزي. وأحيانا الأمور الرمزية لها يعني مفعول لنقل لا يستهان به. فنزويلا في أمريكا اللاتينية، هناك أنظمة في أمريكا اللاتينية غير راضية أحيانا عن سلوك الأمريكي لغايات أخرى وليست أيديولوجية، ربما استغلال اقتصادي أو غيره، لكن هناك صراع أقول الآن، وبالتالي الرأسمالية الفنزويلية منقسمة والدبلوماسية والنخبة السياسية ما بين غويدو ومادورو، وبالطبع مادورو معه القوة الخارقة وإيران تعطيه يعني ألومنيا أو غيرها لصنع أسلحة، وبالتالي ليس عنده بطريقة إلا انتظار أن يأتي نظام مغاير للرئيس ترامب، وأنا أظن أن تتغير السياسة الأمريكية بشكل كبير. شكرا جزيلا لك دكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت معنا من لندن. في لقاء مع الحدث أكدت كيلي كرافت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن أي دولة تصوت لمنع امتلاك إيران للأسلحة فإنها تكون مساهمة في رعاية الدولة الأولى المسؤولة عن الإرهاب في العالم. America will not join in this failed leadership. أمريكا لن تنضم إلى أي قيادة فاشلة، سنقوم نحن بتولي القيادة ولن نتساهل، وسواء كانت هذه القيادة داخل المجلس فإن أحدا لم يشمر عن ساعديه حتى اللحظة، وكل الدول سبق وقالوا لنا بصورة سرية وللوزير بومبيو إننا لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة. فمن وجهة نظري فإن أي دولة لن تصوت معنا أو لن تتحقق من أن إيران لن تكون قادرة على امتلاك الأسلحة فإنها ستكون تساهم في رعاية الدولة الأولى المسؤولة عن الإرهاب في العالم. تحذير المندوبة الأمريكية يتزامن مع ما كشفته صحيفة الأمريكية المختصة بالأمن القومي واشنطن فري بيكن أن العلاقات بين واشنطن والأوروبيين في أدنى مستوياتها التاريخية بعد فشل التصويت في مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات على إيران. وكشفت الصحيفة أن إدارة ترامب تدرس مجموعة من الخيارات للضغط على دول أوروبية، من بينها فرض عقوبات على الآلية الأوروبية أنستكس للتعاملات المالية الأوروبية مع إيران، إلى جانب تجميد أصول الأوروبيين العاملين في هذه الآلية ومنعهم من دخول أمريكا. يسعى الدبلوماسيون الأمريكيون إلى إجبار الأوروبيين على الابتعاد عن إيران وحليفتيها روسيا والصين. وكشفت الصحيفة أن لواشنطن أوراق ضغط على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تستخدمها. فبريطانيا تسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، وهو ما سيدفعها لتقديم تنازلات في ملفات أخرى. كما تريد فرنسا مساعدة واشنطن في الملف اللبناني، بينما تريد ألمانيا إعادة تنشيط العلاقات مع الولايات المتحدة. We'll be right back.
من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي علي ناصر الدين. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن إدارة ترامب تدرس خيارات وصفت بأنها خطيرة ضد دول أوروبية منها أنستكس. برأيك هل يعني ذلك أن العلاقات الأوروبية الأمريكية أصبحت على المحك؟ وهل باستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تفعيل هذه الآلية؟ باستطاعة الولايات المتحدة بالطبع تفعيل أي آلية تجدها لمصلحتها. والعلاقات الأوروبية الأمريكية صحيح أنها في أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية. الأوروبيون في موقف لا يحسدون عليه فعلا، لأنهم لا يعرفون من سيكون الرئيس الأمريكي القادم. إذا كان أنا في اعتقادي إذا جاء وربح الرئيس ترامب الانتخابات الأمريكية، أوروبا ستكون في وضع يعني أخف من الوضع الذي هي عليه، وستساعد لأن عندها سيكون الرئيس ترامب مطلق الحرية في فرض أي عقوبات على أي بلد لا يسير معه في اتجاه العقوبات على إيران. أوروبا حاولت أن تبقي شعرة معاوية إذا صح التعبير بينها وبين إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. نعم. ولكن هذه الشعرة إيران لا تريد أحد في العالم سوى أن تتحدث أو أن الاعتراف الأمريكي بها، ولكنها الآن تمد يدها وتحاول إغراء الأوروبيين بعقود اقتصادية كبيرة فيما بعد. إذن الأوروبيون غارقون في هذه المسألتين، من سيكون الرئيس الأمريكي القادم وإذا أتى جو بايدن، أم أنه ما في انتظار الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية سواء كان ترامب أو غيره حتى يحددوا مواقفهم؟ هذا عندما أقول أنه غارقة في مسألتين، المسألة الأولى هي الانتخابات الأمريكية، وإذا جاء بايدن سيربح الأوروبيون نوعا ما ويقولون لإيران أننا نحن لم نقاطع، وسيكون بالطبع سياسة بايدن تجاه إيران ستكون غير سياسة ترامب. ولكن إذا جاء ترامب، أنا كذلك أعتقد أن إذا جاء رجع عاد ترامب إلى البيت الأبيض، الأوروبيون سيسيرون خلفه، لأن ليس لا من مصلحتهم ولا بمقدورهم أن يعني يواجهوا الإدارة الأمريكية الجديدة إذا رجع ترامب، يواجهوه بشكل ويقول له لا نريد فعل ذلك أو فعل هذا، لأنهم بالنتيجة هم الخاسرون، والعلاقات الاقتصادية بالدرجة الأولى بين أوروبا وأمريكا هي التي تحكم هذه العلاقات. وبالتالي ترامب سيكون قادر فعلا على فرض أي توجه، وسيسير أنا في رأيي الأوروبيون سيسيرون في النهج الذي يتبعه ترامب، لأن ليس بمقدورهم فعلا أن يواجهوا ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض. ماذا إذا ذهبت وربما هذا سيحدث، ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن مرة أخرى قبل الانتخابات الأمريكية، هل يعني ذلك استمرار الموقف الأوروبي؟ هنالك محادثات بالطبع جارية، دبلوماسية الآن جارية بين أوروبا من ناحية والدبلوماسية الأمريكية. هل يكون هنالك تخفيف إذا ذهبت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مجلس الأمن، هل يكون هنالك تخفيف للتوتر السائد الآن بين أوروبا والولايات المتحدة؟ هذا لا 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 أحد يمكن أن يعرفه قبل أن يتوجهوا إلى مجلس الأمن، وترامب كله يتوقف على موقف ترامب من أوروبا. إذا كان الموقف سيكون صارما وسيبدأ
بالتهديد أو سيبدأ بعقاب بعض الشركات وبعض الشخصيات وبعض المؤسسات والآليات الأوروبية. نعم. عندها سيكون الأوروبيون في رأيي ملزمين ب يعني باتباع سياسة جديدة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي علي ناصر الدين، كنت معنا من باريس. ختام الساعة الأولى من استوديو الحدث، أعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء. نريد يمن التحالي آمن ومستقر يعيش أبناءه في ظل دولة عادلة، دولة المساواة. الحوثيون أفسدوا بهذه الأموال، الحوثيين سرقوا هذه الأموال من أفواه الجياع. هذه الدعوة من قبل الرئيس اليمني، هل ستلقى استجابة لتنفيذ الخطوات المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي، وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة. لدينا صور حصرية لانتزاعه مجموعة من الألغام التي وضعتها الميليشيات. لماذا هناك أزمة بإيصال المساعدات هؤلاء؟ يجب أن تنتهي الحالة الشاذة الموجودة الآن في الجنوب. الحوثيين يستهدفون جيل بعمر. في هذا الهجوم استخدم 8 طائرات مسيرة، إلى أي حد يعتبر ذلك دليلا على استمرار إيران في إرسالها للأسلحة إلى الحوثيين؟ مهمتنا قول الحقائق كما هي في عالم مليء بالأحداث، عالم لا يتوقف. عملنا أصبح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر، لنعكس الواقع كما هو. كل منا على حدة، كان جزءا من القصة. القصة التي تتجدد كل يوم، الحدث كلما جد جديد. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مقلقة. فرض كورونا نفسه كقوة أخضعت الجميع، لأنه ليس باليد حيلة. This is for real. This is live from Brooklyn, New York. توجه أمني بعزل بعض المناطق الموضوعة، ما الذي يعني هذا القرار؟ هناك من يقرأ المشهد من القاهرة بأن هناك صراع مع الوقت خلال الأيام المقبلة. هل المشهد اختلف ببيروت عنه في عمان؟ الأيام الثلاثة المقبلة ستكون الأصعب في فرنسا على الإطلاق. وهناك الكثير من النقاط الأمنية المنتشرة في جدة. يعيش حربة تجور. وصلت حالات الشفاء في الأردن إلى 26 حالة. هذا المستشفى الميداني لا يحل مشكلة. اليوم أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 41. كان هنالك 40 إصابة تم تسجيلها هنا في مكة المكرمة. ما أصعب شيء حتى اللحظة أنتم كأطباء تعانون منه في مسألة مكافحة فيروس كورونا.
تظاهرات ليبيا تتسع وتصل وزليتين غرب مصراتة، والحراك في طرابلس يتخوف من بطش الميليشيات. قبيل عودته إلى لبنان، ماكرون يدعو الأحزاب اللبنانية للتنحي وحزب الله إلى تجنب أي حرب مع إسرائيل. الأمن المصري يقبض على القائم بعمل مرشد الإخوان محمود عزت ويعثر على مراسلاته مع إخوان تركيا. طهران تهرب من كاراكاس شحنة مواد لصناعة الصواريخ، وواشنطن تؤكد إعادة فرض العقوبات. ترامب يقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية ويعد بالقضاء على الإرهاب وكورونا إذا انتخب. أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث. نبدأ من ليبيا، حيث أفادت مصادر الحدث بأن الحراك الليبي حذر المتظاهرين من بطش الميليشيات، داعيا إلى التقيد بقرار حظر التجوال حرصا على حياة المتظاهرين، متهما الميليشيات بمحاولة إفشال سلمية الحراك. يأتي هذا بينما ذكرت صحيفة المرصد الليبية أن مجموعات مسلحة موالية للسراج أطلقت النار بموقع احتجاج في منطقة غوط الشعال في العاصمة، واعتقلت عددا من شباب المنطقة. كما أغلقت تشكيلات الوفاق في وقت سابق ميدان الشهداء لمنع أي تظاهرات. حركة غوط الشعال! الله أكبر! امنع وخر نصور حول قدام الكاميرا صب عليه حول من قدام الكاميرا اليوم خصم ترامب صار عندنا تسعت رقعة المظاهرات في ليبيا لتشمل مدينة زليتين غرب مصراتة، حيث شهدت تظاهرة ليلية تضامنا مع حراك طرابلس، وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المخطوفين في العاصمة طرابلس التي قبضت عليهم الميليشيات لمشاركتهم في تظاهرات مناوئة لحكومة الوفاق. نبه حقوقنا شباب مدينة زليتة تخرج في انتفاضات وحراك من أجل حقوقها البسيطة. ليبيا 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 يا شباب العاصمة بوها ليلة حاسمة يا شباب العاصمة معنا من بنغازي مراسل الحدث محمد مسعود. محمد أهلا بك معنا. إذا كان هناك دعوات لتظاهرة حاشدة عقبت يعني أيضا دعوات للالتزام بحظر التجوال، ما هي التفاصيل؟ صحيح ضحى، هناك تضارب في الأنباء أو حتى في قيادات هؤلاء الشباب ومنظمي هذا الحراك. مجموعة من قادة هذا الحراك أو منظمي هذا الحراك يدعون إلى المحافظة على أنفس هؤلاء الشباب وعدم الزج بهم في مواجهة حتمية مع هذه التشكيلات المسلحة والمجموعات، خاصة ما بعد انتشارها بشكل مكثف بالأمس في جميع شوارع ومداخل ميدان الشهداء أو حتى في شوارع المدينة بعد خروج مجموعة من الشباب في الأحياء وسط مدينة طرابلس وحرقهم لمجموعة من الإطارات تنديدا بعمليات القمع ضد المتظاهرين. ولذلك نشهد يعني مجموعة من أطراف هذا الحراك تؤيد الاستمرار في المظاهرات وخاصة اليوم، وتدعو جميع المواطنين للمشاركة معهم داخل ميدان الشهداء وكسر حاجز الخوف والصمت، خاصة ما بعد ما فعلت هذه التشكيلات المسلحة من عمليات قبض
واعتقالات تعسفية بحق مشاركين معهم في هذه التظاهرة، ومجموعة أيضا من نفس قادة هذا الحراك ضحى يدعون إلى ضبط النفس وعدم التهلكة أو المواجهة مع هذه التشكيلات المسلحة، رغم صدور بيان بالأمس يدعو جميع المشاركين في هذا الحراك إلى المشاركة أو إلى الخروج في هذا اليوم، وأيضا بيانات وحتى انضمام مدن ونقابات للحراك اليوم تحدد. صحيح صحيح، ما يعني ما بعد نقابة المحامين وهي أولى النقابات التي انضمت بشكل فعلي، وصدرت حتى بيانات متعددة من عدة جهات أمنية وتشكيلات مسلحة تابعة للوفاق يعني تقوم بالتنديد بهذا البيان الصادر من قبل نقابة محامي العاصمة طرابلس، وتقول بأن هذه النقابة التزمت الصمت أثناء الحرب على طرابلس أو هجوم الجيش على مدينة طرابلس، لذلك نشأت خلطة في الأوراق في العاصمة الليبية طرابلس، وأي شخص ينوي أو حتى يشارك في هذه التظاهرات يتم ربطه بالخيانة والعمالة ودعم الجيش، رغم أن كل مؤسسي أو القائمين على هذا الحراك أكدوا بتاتا بأنهم يعني خروج كل هذه التظاهرات أو مطالبهم الرئيسية هي خروج جميع من هم في سدة الحكم ولا علاقة للسياسة أو للعمليات العسكرية في مظاهراتهم بأي شكل من الأشكال. لذلك تبدو الصورة في طرابلس حتى هذه اللحظة الآن انتشار غير مسبوق للتشكيلات المسلحة في كل الشوارع والمدن الرئيسية، هناك حتى انقطاع للتواصل ما بين منظمي هذا الحراك نظرا لاختراق صفحاتهم أو مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار حتى ضحى مجموعة من البيانات المزورة التي تحدد في أماكن غير المحددة من قبل هؤلاء الشباب. لذلك يبدو أن يعني هناك تضارب وخلافات واختلافات داخل المجموعة بأنفسها، وأيضا من القبضة الأمنية التي بدأت الآن في الدفع بمزيد من كل كتائب عملية بركان الغضب. يعني نستطيع القول ضحى بشكل واضح بأن كل الكتائب العسكرية أو كل المجموعات العسكرية التي شاركت في صد هجوم الجيش على العاصمة الليبية طرابلس هي الآن متواجدة وبقوة داخل العاصمة الليبية طرابلس وفي كل شوارع المدينة. تم حتى الاستعانة بمجموعة من المجموعات المسلحة من مدن مصراتة والزاوية للمشاركة في قمع أي تظاهرة من المفترض أن تخرج عشية هذا اليوم. لا نعلم هل يستطيع هؤلاء الشباب الخروج من عدمه وكسر حاجز الخوف أم أن القبضة الأمنية هي الأفضل. سنتابع معك إذن على مدار اليوم، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث محمد مسعود، كنت معنا من بنغازي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وفي خطاب شن فيه هجوما شرسا على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي وصفه بأنه مدمر العظمة الأمريكية، أكد ترامب أنه سيدحر الإرهاب، وقال إن منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصوله للرئاسة، وذكر بمحاربة أمريكا لداعش والقاعدة في أفغانستان، وأردف يقول تمكننا من قتل البغدادي وقاسم سليماني الإرهابي الأول في العالم. كما أشار ترامب إلى اتفاق سلام الذي تحقق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية. 100% of the ISIS caliphate. قضينا على خلافة داعش بنسبة 100%، وقتلنا مؤسسها وزعيمها أبو بكر البغدادي. Then in a separate operation we eliminated the world. وفي عملية منفصلة قضينا على الإرهاب الأول في العالم قاسم سليماني. إلى ذلك وعد ترامب في خطابه الذي ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض بسحق وباء كورونا بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام. لدينا 3 لقاحات مختلفة في المرحلة الأخيرة من التجارب في الوقت الحالي، ونحن متقدمين بسنوات عن غيرنا. لم يعتقد أحد أنه من الممكن القيام بذلك بهذه السرعة. عادة يستغرق الأمر سنوات، وقد فعلناه في غضون بضعة أشهر. نحن ننتج اللقاحات الآن حتى تتوفر مئات الملايين من الجرعات بسرعة. سيكون لدينا لقاح آمن وفعال هذا العام، وسنقوم معا بسحق الفيروس.
من القاهرة ينضم إلينا أميل أمين، الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن في هذا الخطاب الذي قبل رسميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، تحدث عن إنجازاته فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأيضا تحدث عن أعطى أمل للداخل في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالهاجس الأول فيها وفي العالم حول كورونا. برأيك هذه الاستراتيجية التي اتبعها في خطابه كيف ستنعكس عليها في المرحلة المقبلة؟ تقييمك لها؟ نعم الزميلة العزيزة، تحياتي. بلا شك دونالد ترامب كان موفقا إلى أبعد حد ومد فجر اليوم. أستطيع القول أنه بالتعاطي المباشر مع الناخبين الأمريكيين بالظهور إلى العلن في حد ذاته هذا مكسب مقارنة بجو بايدن الذي يبدو وكأنه مختبئ في البيسمنت في الدور الأرضي من منزله ولا يختلط بالأمريكيين. الأمر الآخر، بدأ واثقا من النقاط التي طرحها رغم كل الظروف القدرية، ما يسميه الشعب الأمريكي Act of God، يعني مثل العواصف والأوبئة، أشياء لا يد له فيها، إلا أنه أعطى جرعة عريضة من الأمل حين توقف أمام النازلة الكبرى التي تحل بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا وهي تفشي وباء كوفيد-19. الأمر الآخر، المواطن الأمريكي يهمه بالدرجة الأولى أيضا مسألة أمنه وسلامه، ولا يزال هناك هاجس الإرهاب هو أبدأ ودلل بالفعل على انتصاراته في هذا المجال. أظن أن استطلاعات الرأي في الساعات القليلة القادمة ستعطي أولوية وأفضلية لترامب مقارنة بجو بايدن. ما الأمور التي كانت أكثر تأثيرا على الداخل الأمريكي فيما يتعلق بالإرهاب برأيك، أم فيما يتعلق بكورونا والوضع الاقتصادي ووجود لقاح حتى تعود الحياة إلى ما كانت عليه؟ أحسنت السؤال الزميلة العزيزة. هناك جزئية غاية في الأهمية، كورونا يرتبط ارتباط جذري ووثيق وطردي بالوضع الاقتصادي. كلما انتصرت الولايات المتحدة أو إدارة دونالد ترامب على هذا الفيروس كلما عادت الحياة إلى طبيعتها. المواطن الأمريكي الذي سيذهب إلى الاقتراع أو سيقترع عبر البريد سيقارن، وهو يقارن بالفعل بين ملكات، إمكانات، قدرات دونالد ترامب العقلية والاقتصادية تحديدا وما لدى جو بايدن. ليس سرا أن جو بايدن يعاني من السنوات الأولى من مرض ذهان عقلي، وهذا أمر يعرفه الأمريكيون لا نتجن عليه. إمكانية خروج أمريكا بقيادة ترامب من الأزمة الاقتصادية أكبر بكثير جدا. تقديري أن المواطن الأمريكي مهموم ومحموم بفكرة البيرول تشيك، قبض آخر الأسبوع. المواطن الأمريكي يهمه الوضع الاقتصادي الداخلي قبل أي انعكاسات على السياسات الخارجية. في تقديري أن دونالد ترامب أثبت فجر اليوم أنه قادر مرة أخرى على انتشال الاقتصاد الأمريكي من وحدته. هذه النقطة بالتحديد أستاذ إيميل أمين هي من أقوى أسلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع الاقتصادي، تقوية الاقتصاد، وبالتالي كان البعض يرى بأنه أزمة كورونا ستؤثر على هذا السلاح القوي الذي كان دائما يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل برأيك حتى اللحظة يرى الأمريكيون بأنه قادر على إعادة الاقتصاد مرة أخرى، بأنه لديه حتى الآن هذا السلاح؟ تقديري نعم، لأنه ربما هذه من مصادفات القدر أن الرئيس دونالد ترامب هو رجل أعمال بالأساس وله دالة على الحياة والتشابكات الخطوط ورسم الخيوط الاقتصادية بأكثر من أنه منظر سياسي. هذا التوقيت تحديدا الولايات المتحدة تحتاج إلى عقلية اقتصادية، لذلك هو يجيد التعاطي على سبيل المثال مع الصين. حتى في الأزمات التجارية دائما ما يخرج فائز،
بالنسبة لأوروبا أيضا أرغم الأوروبيين على رفع النفقات في حلف الناتو، لا تتحمل أمريكا بمفردها. طريقة تعاطيه أيضا مع الداخل الأمريكي، تشجيع الرأي العام الأمريكي، الأعمال الصغيرة، البزنس المتوسط الأحجام، دفعه مرة أخرى لإعادة النشاط. ترامب ينتصر بلا شك. فيما يتعلق بسياسته الخارجية، حينما يقول بأنه دحرنا الإرهاب ولكن سنعيد أيضا قواتنا من الخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى هو أيضا يوازن بين ما حققه في الخارج وبين أولويات الناخب الأمريكي؟ هو يقنع الرأي العام الأمريكي، الشارع الأمريكي، بأن الدم الأمريكي لا يجب أن يسفك خارج الولايات المتحدة الأمريكية. جغرافيا الولايات المتحدة تتمترس بين محيطين، هي ليست في حاجة إلى الخروج لمعارك، ومع ذلك نرى أيضا أن هناك استعدادات. بالأمس كان مارك أسبر يتحدث عن المحيط الهادي وقال لن نترك شبر واحد بدون النفوذ التقليدي الأمريكي، في إشارة لا يغفلها أي متابع لما يجري في بحر الصين الجنوبي، لا سيما بعد إعلان الصين عن الصواريخ المغرقة لحاملات الطائرات الأمريكية. شكرا جزيلا لك أمير أمين، الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة. استوديو الحدث مستمر وفي أيضا ماكرون يتجاهل سياسي لبنان ويبدأ زيارته المرتقبة بلقاء الفنانة فيروز. انفجاران هائلان في العاصمة اللبنانية بيروت. صوتان كبير قوية هزت الدنيا كلها سوا وطبقت كل الأزاز وانضربت. عشرات أو مئات من الجرحى. سادت على الفور حالة من الهلع، لا أحد يطالع اللبنانيين بما جرى. بهالنكبة الكبيرة اللي صابت بيروت، كيف ما بدي أبكي؟ أهلي بالمستشفى، ما بعرف وين بأي مستشفى. طبعا لا تزال اثار الانفجار واضحه هنا. ما هي الفرضيات الاقرب الى الحقيقه الان؟ هل يعقل 6 سنوات وهذه المواد موجوده في منطقه حيويه ولا يعرف من وراءها؟ سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثه الثمن. اوصى مجلس الدفاع الاعلى اللبناني باعلان بيروت مدينه منكوبه، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، وأن يتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق المسؤولين. يزداد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة، والأرقام تتضاعف كل يوم. ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث، مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حددت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل موعدا لاستشارات تشكيل الحكومة المقبلة. تأتي هذه المشاورات استباقا لزيارة ثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيتوجه إلى بيروت الاثنين للضغط على الساسة اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة يمكنها تطبيق إصلاحات عاجلة. بالتزامن أكد مصدر رئاسي فرنسي أن ماكرون سيستهل زيارته بلقاء فيروز التي تمثل الكثير في لبنان والعالم العربي، كما شدد على عدم وجود متطوعين كثر دوليين أو دوليا لمساعدة لبنان، مضيفا أن ماكرون لن يتخلى عن مسألة إيجاد حل للأزمة اللبنانية، سيفعل ما هو ضروري وسيمارس الضغوط اللازمة من أجل تطبيق برنامج للإصلاحات في لبنان.
هذا ورفض المصدر الرئاسي الفرنسي تأكيد انعقاد مؤتمر بين الأطراف اللبنانية في باريس. وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير. المسؤول أشار إلى أن فرنسا تشارك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كما أوضح أن أسبابا سياسية عرقلت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، بينما أكد على أهمية التجديد لقوة اليونيفيل في لبنان. وفي السياق، كشف صحيفة الشرق الأوسط أن الصين حاولت التدخل بشكل غير معهود على خط المفاوضات الجارية في مجلس الأمن بشأن اليونيفيل والقرار المتعلق بتمديد مهمتها في لبنان لعام إضافي آخر. قالت الصحيفة إن بكين قدمت اقتراحات منفصلة عن مشروع القرار الفرنسي لتجديد مهمة اليونيفيل بالتوافق مع الحكومة اللبنانية، لكن واشنطن رفضت أن يكون للصين أي كلمة فصل في شأن اليونيفيل. كما كشفت الشرق الأوسط أن فرنسا بذلت جهودا مكثفة لإقناع واشنطن بالتمديد لسنة كاملة مقابل وضع أسس جديدة لمهمة قوات الأمم المتحدة، حيث بتطبيق القرار أو يطبق القرار توصيات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن منع المسلحين والأسلحة في منطقة عمليات القوة الدولية، أي بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. ووفقا للمصادر، فإن فرنسا وضعت القرار بالحبر الأزرق أملا في التصويت عليه في الموعد المحدد صباح الجمعة بتوقيت نيويورك، غير أن الولايات المتحدة اعترضت على إجراء التصويت بصورة شخصية طالبة استبداله من خلال تصويت بالمراسلة، ما يعني احتمال تأخر صدور النتيجة يوما آخر. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد عياش، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. في زيارته الثانية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيترك كل السياسيين وسيقابل فيروز في البداية ثم تبدأ زيارته بشكل رسمي. ماذا تعني هذه اللفتة أو الخطوة من الرئيس الفرنسي؟ يعني طبعا الرئيس الفرنسي يقدم نفسه ليس فقط كزائر أجنبي، إنما يقدم نفسه كممثل لعلاقات تاريخية مع هذا البلد. نحن نعلم أن الهدف من الزيارة يوم الاثنين المقبل هي المشاركة في المئوية، مرور 100 عام على ولادة لبنان الذي نعرفه اليوم بحدوده الحالية. هذه الولادة التي تمت على يد الفرنسيين أيام الجنرال جورو، الذي كان يوم ذاك هو الذي يعني يدير انتدابا في هذا البلد وفي سوريا المجاورة، لكنه هو في هذا الشخص يعني في تلك المرحلة من تاريخ لبنان هو الذي أشرف على ولادة هذا الكيان، وتحديدا في مكان سيأتي إليه اليوم ماكرون. يعني هناك قصر الصنوبر في بيروت الذي لا يزال هو ذاته قبل 100 عام مكانا لهذا الحدث التاريخي. إذن الرئيس ماكرون يأتي ويقدم نفسه في هذا الاتجاه، وبالتالي هذه اللفتة التي تفضلت عنها هي تعكس مدى الحرارة أو مدى يعني الحميمية إذا صح التعبير باللقاء، يعني بما أراده الرئيس الفرنسي أن يظهر فيها نفسه أمام الجمهور اللبناني، أمام الرأي العام، وأمام حتى على المستويات الدولية. نعم. أن فرنسا حريصة كليا على مواصلة هذا الدور التاريخي بمعنى الاحتضان والذهاب نحو، نحن اليوم في خضم مشاكل لا حصر لها ولا عد، يعني هناك تحديات كبيرة لا نعلم حتى الرئيس الفرنسي مدى يعني هل سيفلح رغم كل هذه الحميمية وهذا الإطار العاطفي الذي يحيط نفسه بها.
سيأتي بنتائج مرجوة على مستوى الخروج في حلول، إنه سؤال مطروح فعلا وسنراقبه في الأيام القليلة المقبلة. تزامنا مع هذه الزيارة، الرئاسة اللبنانية حددت الاثنين القادم موعدا للاستشارات. أي خرق حدث حتى تتم الدعوة إلى هذه الاستشارات، أم أنها خطوة استباقية لوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ تماما كما أشرت زميلتي، هي فعلا هي استباقية. نحن نعلم أن هذه الاستشارات ستتم قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي. لا داعي لهذه العجلة لو لم يكن هناك ربط ما بين هذه الخطوة، خطوة الاستشارات، وما بين زيارة الرئيس الفرنسي. نحن على سبيل المثال، نحن اليوم الجمعة، كان بالإمكان إجراء هذه الاستشارات اليوم أو غدا أو بعد غد. لماذا اختيار هذا النهار بالذات؟ أعتقد أنها هي محاولة من الرئاسة اللبنانية لتوجيه رسالة للرئاسة الفرنسية بأنها تأخذ بعين الاعتبار كل هذا الجهد وكل هذه النصائح وكل هذه الضغوط التي يمارسها الجانب الفرنسي منذ الزيارة السابقة في السادس من الشهر الحالي، عندما أتى الرئيس ماكرون بعد أيام قليلة أو بعد يومين حتى من وقوع هذا الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، وأتى بزخم كبير للقول بأننا لن نترك هذا البلد، نحن قادمون من أجل تقديم كل ما يجب تقديمه من أجل الوصول إلى يعني حلول. لا يمكن السكوت على هذا الواقع المزري في لبنان الذي يعني يجر أخيال. طيب، فيما يتعلق بالمشاورات، ما الذي يمكن أن يحدث بعد تحديد موعد الاستشارات في ظل رفض لحزب الله لأسماء محددة، في ظل رفض رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للانضمام إلى هذه الحكومة أو الموافقة ولكن بشروط؟ أعتقد وربما لو استمع يعني نحن تابعنا عبر شاشة العربية الحدث منذ قليل ما قاله هذا المصدر الفرنسي، يقول أن على الأحزاب اللبنانية أن تبتعد. أعتقد أنها هي جوهر القضية اليوم، قضية الاستشارات وقضية تأليف الحكومة المقبلة، بمعنى يجب أن تأتي حكومة لا يشارك فيها حزب الله بهذا الوضوح. هذا مطلب فرنسي ولكنه مطلب دولي حتى، يعني هناك وحتى مطلب عربي. يجب الاتيان بحكومة هذه المرة بعيدة عن التجاوزات السياسية، لا سيما وأن حزب الله جرب حظه ويعني وأكثر من هذا التجريب في الأشهر الماضية عندما أتى بحكومة هي صافية لحزب الله. وماذا حصل؟ كل ما حصل هو الخراب، هو الدمار. ابقى معي وناقش معك هذه النقطة، هو الأزمة بمعنى. ابقى معنا، أعود إليك في هذه النقطة الكاتب الصحفي أحمد عياش، ولكن دعني أذهب إلى زميلي مراسل الحدث حسين قنابر ينضم إلينا من باريس. حسين، أهلا بك معنا. إذن في هذه التصريحات من قبل الرئاسة الفرنسية، بداية أبدأ معك بهذه اللفتة، أن يقابل الرئيس ماكرون في بداية زيارته فيروز قبل أن يتحدث مع أي من السياسيين في لبنان أو يتطرق لأي من الملفات. تتحدث معنا من فرنسا وأنت أيضا لبناني، يعني ماذا تعني هذه اللفتة بالنسبة للبنان؟ نعم، يعني تعرفين من ضمن العواجل التي أرسلتها للحدث فور انتهاء المصدر الرئاسي الفرنسي من حديثه لنا، كان العاجل الأول هو تحديدا الخبر عن فيروز، لأنه ولو كان رمزيا، حتى لو لم تكن فيروز شخصية سياسية، وربما هنا تكمن الأهمية لأنه لم تعد هناك ثقة دولية بالطبقة السياسية، يبحثون على المستوى الدولي عن رموز تعيد الثقة بهذا البلد، وربما من هنا اختيار فيروز كشخصية أولى سيلتقيها ماكرون، بل إنه سيبدأ زيارته إلى لبنان بلقائها. الزيارة تبدأ رسميا صباح الثلاثاء، هو سيصل مساء الاثنين، ومساء الاثنين سيتوجه إلى أنطلياس شمال شرق بيروت للقاء السيدة فيروز. قال عنها المصدر الرئاسي الفرنسي حرفيا في مستهل حديثه إلى حلقة ضيقة من الصحفيين كنا من بينهم، قال إن فيروز التي غنت في باريس عدة مرات في صالات مثل أولمبيا وبيرسي، السيدة فيروز تمثل الكثير في لبنان والعالم العربي حسب تعبيره، تحدث عنها مطولا هذا المصدر الرئاسي الفرنسي في مستهل زيارته للبنان.
يقتل. قال أيضا من جهة ثانية أن الزيارة ستبدأ صباحا بطبعا لقاء في قصر بعبدة، سيزور الرئيس ماكرون أيضا بعد قصر بعبدة حيث يلتقي أركان الحكم اللبناني، سيزور مستشفى رفيق الحريري، وسيزور أيضا غابة الأرز في جاج بقضاء جبيل، كما سيعود إلى قصر الصنوبر حيث يزوره البطريرك الراعي. قال المصدر الرئاسي الفرنسي هناك تقليد في لبنان أن البطريرك يزار ولا يزور، لكن سيكون هناك استثناء من خلال قيام البطريرك الراعي بزيارة قصر الصنوبر أي مقر سفارة فرنسا للقاء الرئيس ماكرون، الذي سيلتقي في قصر الصنوبر أيضا عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية كما فعل في المرة الماضية. طبعا في بعبدة سيلتقي بالرئيس عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وبرئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري. على ما يبدو حسين أنه في استثناءات كثيرة، يعني حتى للأحزاب التقليدية التي اجتمع بهم في زيارته الأولى ودعاهم اليوم للتنحي في البيان. نعم، ولكن مع ذلك هو سيلتقي عددا من الشخصيات السياسية، ليس بالضرورة الشخصيات نفسها التي التقاها في المرة الماضية، وربما طبعا يلتقي بعضا من هذه الشخصيات. هو بطبيعة الحال سيلتقي ممثلي القوى السياسية اللبنانية، لأنه حتى لو لم تكن هناك قناعة دولية بجدول لقاءات مع هذه الشخصيات السياسية، ولكن فرنسا تعتبر أن ذلك معبر لا بد منه للوصول إلى مخرج يؤدي إلى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة. يجب أن يتركز عملها على محاور رئيسية أبرزها إجراء إصلاحات فورية ومواجهة الطوارئ الإنسانية الناجمة عن وضع كورونا وإعادة إعمار المرفأ، وأيضا التحضير لانتخابات تشريعية. هذه هي الخطوط العريضة التي سيعمل عليها الرئيس ماكرون مع السياسيين اللبنانيين سواء كانوا رسميين أو من قادة القوى السياسية. فيما يتعلق بحزب الله حسين، تمنى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على حزب الله أن لا يكرر ما حدث في حرب تموز 2006. هل يعني ذلك أن هناك مخاوف لدى فرنسا من اندلاع حرب مرة جديدة أو من توتر يمكن أن يساهم فيه حزب الله أو يبدأه؟ يعني في الواقع هو قال هذا الكلام ردا على سؤال يتعلق بالتجديد لمهمة اليونيفيل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. في معرض كلامه عن هذه النقطة قال طبعا أن التجديد لليونيفيل مهم جدا للبنان ولإسرائيل، وننتظر من حزب الله ألا يقوم بأي عمل يشبه ما حصل عام 2006. ولكن طبعا في حديثه عن الحزب كرر أن فرنسا تتواصل مع كل القوى السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الحدث حسين قنابر، كنت معنا من باريس. أعود لضيفي من بيروت الكاتب الصحفي أحمد عياش. بداية تعليقك على ما قاله زميلي الآن من تفاصيل تتعلق بهذه الزيارة، وخاصة ما ذكر في البيان الرئاسي حول تمني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا يقوم حزب الله بأي ممارسات شبيهة بتلك التي جرت في 2006، إذا ربطناها بما يحدث في من عملية إما تمديد أو إلغاء لليونيفيل، ماذا تعني؟ طبعا يعني هي إشارة مهمة، وخصوصا أنها يعني أتت بعد هذه الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان، مشهد يعني تصاعد فيه العنف وبشكل كبير. يعني نحن نتحدث عن مئات القذائف التي تساقطت وعن حرائق وعن مواجهات إلى آخره، مما جعل الجميع يظن بأننا أمام جولة جديدة من القتال في تلك المنطقة من جنوب لبنان. هذا الكلام والموجه تحديدا لحزب الله هو إشارة ضمنية، كما يعني لفت الانتباه ببيان صادر عن الناطق باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. هو تبنى إلى حد ما، هو أورد الرواية الإسرائيلية بأن حزب الله هو من خرق وقف اطلاق النار على الحدود وصوب يعني بعض الطلقات باتجاه الداخل الإسرائيلي. هذا يعني الناطق الفرنسي، وكما استفى زميلنا قنيبر، هو كما أيضا يمضي في هذا الاتجاه بتوجيه
النصح او الارشاد او يعني او يعني ما يشبه الطلب ان لا يكرر ما حصل بال2006، ماذا يعني ذلك؟ نعم، يعني ذلك ان يعني حزب الله يعني في هو تحت الرقابه اليوم. الرقابه فيما يتعلق بجنوب لبنان، وخصوصا نحن اليوم تحديدا اليوم الجمعه. نعم، سيصدر يعني سيظهر الدخان الابيض من نيويورك فيما يتعلق بالتمديد لعام كامل لليونيفيل، وهو تحت الرقابة أيضا فيما يتعلق بموضوع الحكومة اللبنانية. نعم، كما أشار الزميل قنيبر، وخصوصا فيما يتعلق بتنحي الأحزاب. تنحي الأحزاب، أنا كما أسلفت لك زميلتي الكريمة، نحن اليوم أمام أيام مفصلية. اليوم بعد ظهر اليوم، هذا اليوم سيجتمع رؤساء الحكومات السابقين ليحددوا موقفهم من الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة اللبنانية. هذا يعني عندما سيأتي الاسم الذي يعني هو مؤهل لتشكيل حكومة مستقلة من الاختصاصيين والمستقلين وبعيدا عن نفوذ الأحزاب. وضحت الصورة بهذا المعنى، بعيدا عن مشاركة حزب الله. يعني شكرا جزيلا لك. أمام مرحلة أيام مهمة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد عياش، كنت معنا من بيروت. تجدد إطلاق النار قبل قليل في منطقة خلدة جنوب بيروت بعد الهدوء الحذر الذي استمر منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، بعد الجهود التي بذلت بين عدد من القوى السياسية لاحتواء الإشكال. وعلم أن سبب إطلاق النار هو تشييع الضحية حسن غصن الذي سقط أمس في الإشكال بين عناصر من ميليشيا حزب الله وعشائر العرب في المنطقة، وأسفرت عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى. بين بعضهم يا بي، بين بعضهم. شغل شغل. هذا البناء شايف طلع من قلب البيت. بس شوف نقوص عليه. قلب البيت قاعد يضرب. شو؟ لا لا. لا لا. من منطقة خلدة جنوب بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة، أهلا بك معنا. إذن ما هي الأجواء حيث أنت الآن؟ يعني قبل قليل تم تشييع الطفل حسن غصن البالغ من العمر 14 عاما هنا في منطقة خلدة. كان هناك طبعا جو من الغضب بين الأهالي. هم يقولون بحسب الأهالي وأيضا بحسب عشائر عرب خلدي بأنهم هم سيعطون مهلة لحزب الله بتقديم الجاني. بالنسبة إليهم المسؤول الأول هو صاحب هذا السنتر الذي ترونه خلفي، وهم يقولون بأنه تابع لحزب الله، حسين شبلي تابع لحزب الله. هذا السنتر الذي كان قد تم حرقه ليلة أمس، وهو المكان الذي رفعت عليه الراية. كان قد تم التداول عبر الإعلام بأن هذا الإشكال بدأ عندما حاول صاحب هذا السنتر رفع راية تعود لمناسبة عاشوراء، ولكن بحسب الأهالي هم يقولون بأنهم كان الخلاف وقع عندما تم رفع صورة لسليم عياش الذي كانت المحكمة الدولية قد أعلنت أنه المسؤول الأساسي عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. هم فإذا يقولون بأن هذا الخلاف وقع بسبب الصورة وليس بسبب راية ترمز إلى مناسبة دينية. هناك تواجد للجيش اللبناني كما ترى عبر
على شمالي بسبب لأنه الوضع حتى الآن يعني لم يتم السيطرة عليه بشكل كلي. هناك تخوف من هذا ما كنت سأسأله، هل هناك أي تخوف من عودة هذه الاشتباكات مرة أخرى وبالتالي هناك تحسب من قبل الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة؟ يعني نحن لا يمكننا أن نقول بأن الوضع عاد إلى ما كان عليه. بحسب أحد شيوخ العشائر هنا هم قالوا بأنهم يمهلون حزب الله 3 أيام لتسليم المتورطين وإلا سيعملوا على اتخاذ يعني على اتخاذ حقهم بأيديهم لأنهم عشائر لا ينتمون لجهات سياسية ولاتصالات سياسية، خاصة بعد الحديث يوم أمس عن الاتصالات التي أجراها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحزب الله وبطيار المستقبل. سمعنا بعدها بأنه تم يعني كان عناصر لحزب الله قد غادروا المنطقة وتم سحب المسلحين التابعين لعشائر العرب. هم يقولون بأنهم خاصة وأنهم بسكوت قتيل لن يسكتوا إلا إذا عمل حزب الله على تسليم الجنات. يذكر أيضا أن القتيل الثاني هو سوري الجنسية لا علاقة له بالإشكال، كما علمنا كان على شرفة منزله عندما وقع هذا الإشكال وأيضا كان من بين الضحايا. نعم. طيب ما الذي يقال أيضا في الشارع غنوة حول أي تخوف من عودة هذه الاشتباكات مرة أخرى؟ يعني طبعا بالنسبة لأنه يبدو من يعني يبدو من حركة السير ورائك بأن الأمور تبدو يعني عادية. نعم نحن هنا على أوتوستراد خلدي، هذه الطريق التي تؤدي إلى جنوب لبنان. منزل القتيل هو يقع في الجهة الداخلية من هذا الشارع. هناك طبعا يعني هناك مراسم للعزاء ومن الجهة الأخرى هي المنطقة التي وقع فيها الإشكال يوم أمس حيث سقط الضحايا. بحسب شهود عيانهم يقولون بأنه الإشكال بدأ عندما كان هناك مسلحين على رأس هذا السنتر وبدأوا بإطلاق النيران، علما أنه كان هناك صلحة قد استبقت هذا الإشكال بحسب أهالي حسن غصن الطفل الذي سقط يوم أمس. ولكن يعني أيضا نعم. بحسب الرواية الأخرى التي تتداولها نعم. الجهة الأخرى هم يقولون بأنه كان الشيخ غصن كان قد عاد من التحقيق وكان هناك احتفال نوع من الاحتفال بإطلاق الرصاص نعم. وهذا ما استفز الجهة الأخرى وهذا ما أشعل الإشكال مرة جديدة. شكرا جزيلا لك مراسلة الحدث غنوة يتيم، كنت معنا من منطقة خلدة جنوب بيروت. واستوديو الحدث مستمر وفي أيضا عملية واسعة للجيش اليمني ضد جيوب ميليشيات الحوثي شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة. البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا. أياً كان الحدث أينما كان وقتما كان كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة. لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة.
أصبحنا الحدث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة استهدفت ما تبقى من جيوب ميليشيات الحوثي شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات الانقلابية. تمكنت خلالها من تأمين المواقع التي سبق وأن حررتها الجمعة الماضية بالقرب من مثلث باقم، ونجحت في تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع المعيض والمناطق المحيطة بها. وأكد الجيش أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات الحوثية. اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران. التحالف في بيان له أوضح أن الصاروخ أطلق بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. ينضم إلينا من القاهرة المحلل العسكري اليمني العقيد يحيى أبو حاتم. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بداية، أهمية الضغط على الميليشيات في معقلهم في صعدة بهذه العملية. حياك يا أختي العزيزة أنت وجميع مشاهدين قناة الحدث. حقيقة هناك ثلاث مراكز قوى داخل اليمن، يعني إذا تم استهدافها أو تحريك العمليات العسكرية باتجاهها لن تستطيع الجماعة الحوثية أن تصمد كثيرا، لأنها ببسيط العبارة غير قادرة على التحشيد في أكثر من منطقة أو القتال في أكثر من محور، وكذلك ليس لديها غطاء جوي، وبذلك لن تستطيع تأمين تحرك قواتها ومعداتها من مخابئها إلى تلك الجبهة أو إلى تلك الجبهة الأخرى. وأنا أقصد بمراكز القوى المركز الاقتصادي في الحديدة والمركز العقائدي أو الحاضنة الفكرية في صعدة، وكذلك المركز السياسي في صنعاء. هناك عمليات عسكرية متواصلة باتجاه محافظة مأرب والجوف، وكذلك في منطقة نهمة التي تتبع إداريا محافظة صنعاء. وهناك كان شبه توقف للعمليات العسكرية في باقي الجبهات، وخصوصا الجبهتين الأخرتين التي أتكلم عنها الاقتصادية في الحديدة، وكذلك في معقل الجماعة الحوثية الرئيسي للجماعة الحوثية. اليوم في الجماعة الحوثية خلال هذه الفترة سحبت جل مقاتلين لها من تلك الجبهات إلى جبهة نهم وإلى جبهة الجوف ومأرب، ظنا منها أنها لن تتحرك تلك الجبهات. اليوم باتت الفرصة مواتية أمام الجيش الوطني لتحريك باقي الجبهات، وأنا في اعتقادي أنها ستكون هناك عمليات مماثلة سواء في جبهة الشمال في صعدة محور صعدة أو في محور المنطقة العسكرية الخامسة باتجاه يعني تحرير ما تبقى من عبس وميدي، ووصولا إلى إحكام السيطرة على حراض والتحرك باتجاه مدينة الحديدة. أيضا جبهة الجوف وهي محتدمة حاليا. أنا في اعتقادي العمليات العسكرية اليوم باتت تدار بأكثر حرفية من قبل الجيش الوطني. التنسيق الكبير فيما بين الجيش الوطني وما بين التحالف العربي في يعني في تنسيق الضربات وفي التعزيز الجوي بات واضحا على الأرض نتيجة الخسارة الكبيرة التي تلقتها جماعة الحوثي في قاداتها في أفرادها وفي معداتها. طيب، عملية ناجحة للجيش مدعومة بقوات التحالف، ولكن مع ذلك تستمر ميليشيا الحوثي في إطلاق صواريخ باليستية باتجاه نجران. برأيك هل هذا رد على هذه العمليات وما تحقق فيها؟ حقيقة أختي العزيزة الجماعة الحوثية تلقت ضربات قاسمة من قبل صقور الجو التابعة للتحالف العربي. صقور الجو قتلوا الكثير من قيادات جماعة الحوثي، دمر الكثير من معدات الحوثي، الكثير من مخازن الحوثي، ولذلك فالجماعة الحوثية تريد أن لا شك أن تستنقم. لكن هذه الضربات أختي العزيزة التي دائما ما تسعى إليها جماعة الحوثي، وهي ضربات فاشلة بإرسال الصواريخ المجنحة الإيرانية أو الطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه
الأراضي السعودية أو بالتحديد المناطق السكنية، ليست إلا تنفيذ أجندة إيران في المنطقة. إيران هي من توعج لهذه الجماعة بإرسال هذه الصواريخ. وأزيدك يعني والمشاهد أن من يقوم بإطلاق الصواريخ ومن يقوم بإطلاق الطائرات المسيرة ليست جماعة الحوثي. جماعة الحوثي لم توفر للإيرانيين سوى الأرض التي تطلق منها هذه الطائرات أو الصواريخ المجنحة. من يقوم بإطلاق الصواريخ والطائرات هم إيرانيين وخبراء إيرانيون، لأن هذه الطائرات وهذه الصواريخ بحاجة إلى خبراء لديهم القدرة الكافية على تحديد الأهداف وعلى زاوية السقوط وعلى الوقود المحتاج لهذه الطائرات وعلى تحميل المواقع على الجي بي اس عبر الأقمار الصناعية. ولذلك نقول أن جماعة الحوثي لم توفر إلا الأرض لإيران لاستهداف الدول الجوار لليمن وعلى رأسها الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية وكذلك الملاحة البحرية. بعد تطهير مديرية باقم، إلى أين ستتجه الجهود العسكرية؟ إلى أي المحاور؟ أي الجبهات؟ حقيقة منطقة باقم هي تحد الكثير من المديريات داخل محافظة صعدة، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية كون الجيش الوطني يستطيع أن يتحرك في أكثر من محور. لكن أنا في اعتقادي أنه يعني الجيش الوطني سيؤمن هذه المنطقة بداية ويقوم بالتحشيد وجعل هذه المنطقة كنقطة ارتكاز أو نقطة تجمع لحشد القوى، ثم التحرك في محورين. المحور الأول سيتجه باتجاه كتاف، والمحور الآخر أنا في اعتقادي أنه سيواصل باتجاه مجزر يعني أو مديرية مجز عفوا، لاستكمال يعني تطويق المنطقة من أكثر من محور. لكن حاليا الجيش الوطني كما لدي من معلومات أنه يسعى إلى تأمين هذه المنطقة بشكل كامل، ثم جعلها كنقطة ارتكاز لتحرير ما تبقى من المديريات داخل محافظة صعدة. هناك أيضا جبهتين مماثلتين وموازيتين لهذه الجبهة في رازح، وهناك جبهة في الملاحيض، وكلاهما تتبع محافظة صعدة. العمليات العسكرية توقفت نوعا ما في هذه المناطق، لكن قد تفعل العمليات العسكرية في هذه المناطق، وحينها سيتم تقسيم محافظة صعدة إلى 3 قطاعات. كل قطاع يعني سيتحرك في الاتجاه المواجه له حتى يتم عزل كل مديريات صعدة عن بعضها البعض، وتصبح يعني صعدة محاصرة من أكثر من اتجاه وغير قادرة الجماعات الحوثية على إدارة المعركة في أكثر من محور. ولكن بعد هذا الحصار على صعدة، ما المأمول أن يتحقق؟ أختي العزيزة، الجماعة الحوثية يعني تجعل من صعدة الملاذ الأخير لها في حال ما حوصرت من مختلف المحافظات، وإن كان هناك عملية عسكرية كبرى وشاملة، لتتخذ من صعدة الملجأ الرئيسي لها كون صعدة محصنة جغرافيا، ويعني يتواجد بها الكثير من الكهوف التي نحتت من قبل هذه الجماعة، الكثير من الموانع الصناعية مثل الألغام والحواجز التي أنشئت من قبل هذه الجماعة ومن قبل الخبراء من حزب الله وكذلك الإيرانيين، الكثير من الأسلحة التي نهبت من مخازن الجيش تتواجد في هذه المحافظة، لديها حاضنة فكرية نوعا ما. ولكن إذا ما يعني دك هذا القلعة الحصينة وهذا الحصن الحصين للجماعة الحوثية، فهي لن تعد مقبولة في باقي المحافظات اليمنية. شكرا جزيلا لك المحلل العسكري اليمني العقيد يحيى أبو حاتم، كنت معنا من القاهرة. ومشاهدينا، ختام استوديو الحدث لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.